اخواتي وحبايبي هواة طيور الزينة في كل مكان حوالين العالم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم نازل الجندي ودي قناة عشاق طيور الزينة. في البداية بفكرك لو مكنتش مشترك في القناة اشترك ودعمنا بلايك وشير، ولو عندك اي تعليق اكتبه لنا ان شاء الله وهنجاوبك عليه. النهاردة زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، الموضوع بتاعنا النهاردة عن اليمام الماشي او الحمام الملكي. الاثنين مسميات لنفس الطير اللي قدامنا ده. هنتكلم النهاردة ان شاء الله في كل ما يخصه، ازاي نربيه ونقدر نفرق منه. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن القفص والعش المناسب لتربية اليمام الماشي. هنتكلم عن التغذية بتاعته وسن البلوغ، التفرقة ما بين الذكر والانثى، مرحلة وضع البيض ومدة الركود عليه، وفطام الزغاليل وسن البلوغ، وفي الاخر هنتكلم عن طفرات اليمام الماشي. طيب نبتدي مع بعض ان شاء الله بالقفص والعش. ايه القفص المناسب اللي انا ممكن افرغ فيه او اربي فيه اليمام الماشي والطير بتاعي يكون مبسوط وبصحة جيدة ويقدر ينتج معايا؟ القفص بتاع الكوكتيل مناسب جدا 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 لتربية اليمام الماشي. الحجم بتاعه ومساحته كافية ان الزوج يكون مرتاح ويقدر ينتج. وفي قاعدة احنا قلناها في الفيديوهات اللي قبل كده، ان كل ما يكون مساحة القفص اكبر كل ما يكون افضل بالنسبة لصحة الطير والانتاج بتاعه. طيب ده بالنسبة للقفص، اتفقنا ان قفص الكوكتيل مناسب. طب العش بتاعه، العش بتاعه بالظبط زي عش الكناريا، وممكن حتى لو اكلها بلاستيك عادية ممكن طاجن فخار. اليمام الماسي بيعشش في اي حاجة، اي عش هتحطه له هو هيعشش فيه وما بيعترضش على عش معين. يعني مواد التعشيش بتاعته الكلين او قش الرز، هو بيبني بيها العش بتاعه زي الكناريا. ولو هتحط له طاجن فخار ممكن شوية نشارة خشب هيشتغل عليهم ومفيش مشكلة. ده بالنسبة للقفص والعش. طب ازاي نغذي اليمام الماسي عشان يبقى صحته كويسة ونقدر ننتج منه؟ الحبوب الاساسية اللي لازم تكون موجودة قدامه زيه زي بقية طيور الزينة، البلكم والفلارس، دول اساسي موجودين قدامه. وفي ناس بتأكلوا بلكم بس، طبعا عظم السري او المحار برضو ده شيء اساسي موجود في القفص بتاعه. خلطة التحديق برضو مفروض تكون موجودة في القفص بتاعه، بالاضافة طبعا لبعض الحبوب زي الذرة الأويجة. في بعض المربين بيأكلوها له، في ناس تانية بتنقعله القمح وبتأكلها له. كل ديت تغذية لليمام الماشي. طيب البيض البقسماط زيه زي انواع الطيور التانية وجبة مهمة جدا بالنسبة له، هتبقى مفيدة جدا لليمام، وبالاخص في مرحلة تجهيز الانثى علشان تحط البيض بتاعها، وفي مرحلة تأكيل الفروخ. الخضروات والفواكه هما بيحبوها جدا، بيحبوا الورق الاخضر عموما، الجرجير، الخس، البرسيم، يومين في الاسبوع كافي جدا ليهم. ودي كده التغذية بتاع اليمام الماشي. وقبل ما انسى، في ناس بتأكله علف بادي اللي هو اقل نسبة بروتين بتاع الفراخ الصغيرة. انا شخصيا ما جربتوش العلف، بس انا اعرف ناس مربية يمام وبيأكلوه من العلف بتاع الفراخ. ده بالنسبة للتغذية. طب سن البلوغ بتاع اليمام الماشي، سن البلوغ بتاعه 4 شهور، ولكن يفضل انك ما تجوزش اليمام الماشي في سن يعني اقل من 6 شهور. بالعكس، يعني كل ما يكون عمره اكبر من كده كل ما يكون افضل ليك انت، وكل ما يكون افضل لصحة الطير. التفرقة ما بين الذكر والانثى، وهي دي النقطة اللي في ناس كتير يعني ما بتبقاش عارفة تفرق ما بين الذكر والانثى. طيب احنا قدامنا دلوقتي في الخيالة اللي معانا ديت ذكر وانثى. الذكر هنلاقيه على ايدنا اليمين اللي هو اللون البني الغامق شوية ده اللي هو بيتسمى حبشي، والانثى اللي هي على ايدينا الشمال اللي هي السيلفر. نركز كده في الجفون بتاعة العين، في جفن اهوت او دايرة حوالين العين في الذكر وفي الانثى. هنلاحظ هنلاقي ان في الفردة السيلفر اللي هي الانثى ده، هنلاقي الجفن بتاعها باهت، لونه مش ساطع، وكمان ما هوش جفنها عالي، جفنها ما هوش سميك، جفنها رفيع شوية ولونه باهت شوية. طيب على العكس تماما الذكر، الذكر اللي هو البني اللي قدامنا ده، حتى احنا هنلاقي ملاحظين من التصرفات هنلاقي ان الذكر يعني نشيط اكتر من الانثى، تلاقي حركته اكتر من الانثى. الجفن بتاع الذكر بيبقى لونه غامق اكتر من الانثى، وكمان بيبقى يعني بارز، البروز بتاعه اعلى من الانثى. يعني الذكر جفنه بارز ولونه غامق، انما الانثى الجفن بتاعها بيبقى لونه باهت شويه
وما هوش نفس بروز الذكر. طبعا القاعده الثانيه اللي في كل انواع الطيور ان الذكر بيكون العظمتين بتوع الحوض بتوعه ضيقين جدا، المسافه ما بينهم ضيقه، انما الانثى بيبقى المسافه ما بين العظمتين بتوعها واسعين علشان وضع البيض. ده كده من حيث التفرقه ما بين الذكر والانثى. طب اليمام الماسي بيبيض عدد كبير من البيض زي الطيور كده، يعني بيحط 7 بيضات و6 بيضات و5 بيضات والكلام ده؟ لا، هو بالفعل زي الحمام، هو بيتعامل هنا بقى في التفريق بتاعه معاملة الحمام. الأنثى بتحط 2 بيضات فقط لا غير، بس في حاجة تانية بتعوض النقطة دي. احنا عارفين ان الطيور بتحط 5 بيضات و6 بيضات، يعني بيبقى ارقام كويسة، يعني عدد بيض كويس، العش بتاعهم بيبقى مجزي، انما اليمام هم 2 بيضات. بس في حاجة تانية بنعوضة شوية النقطة ديت، ان دورة انتاجه سريعة. اليمام الماسي بيحضن على البيض 14 يوم بالظبط، والزغلول بيفك من البيضة على عمر شهر ونص بالكتير قوي. الزغلول بيكون اعتمد على نفسه على عمر 4 شهور بيكون بلغ، ولكن انا قلت قبل كده انه يفضل ان نتجوزه في عمر متقدم شوية، مش 4 شهور ولا 6 شهور حتى، يعني حاول تخليه اكتر من كده، بحيث ان انت لما تيجي تشغله عندك وتيجي تنتج منه ما يقابلكش اي مشاكل. طيب كده احنا اتكلمنا على النقط المعينة اللي احنا ذكرناها في اول الفيديو. اخر حاجة الطفرات. طبعا الفردين اللي قدامنا دول طفرات مختلفة. البني ده بيتقال عليه الحبشي، والنتاية ديت اللي هي لونها فاتح شوية ديت السيلفر، في منهم كمان طفرة اسمها الاحمر، مش موجودة معايا دلوقتي، كان نفسي تكون موجودة معايا عشان نوضحها. وفي طفرة كمان موجودة منه اللي هي المصبعات، ودي بتبقى طفرة نادرة شوية. الالوان المتداولة او اللي شايع تربيتها ما بين معظم المربيين هما اللونين اللي قدامنا دول، السيلفر والحبشي. الاسعار بتاعتهم بتكون متفاوتة، اسعارهم مش عالية، بتهيألي في متناول الكل يعني يقدر يربيه. ده بالنسبة لليمام الماسي وكل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تقدر تنجح في تربيته. يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل كويس، ويكون الناس كلها استفادت. لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار اكتبه لنا في التعليقات، وان شاء الله هنجاوبك عليه. نشوفكم بخير الحلقة اللي جاية.